السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم تابعينا الأعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو وهذا الشرح موجه إلى كل مستخدمي موقع ترافيك دوب وإلى كل من يهدف إلى كسب زيارات حقيقية من خلال تبادل الزيارات على موقع ترافيك دوب. الموقع هذا لابد وأنكم شاهدتم العديد من الشروحات، وأنا أيضا حاولت أن أشرحه في عديد المناسبات. فمن الأمور هذه لما تستخدم الموقع كما تشاهد معي، فأنت تجمع نقاط بنسبة 50%، يعني كل مثلا تكسب مثلا زيارتين، زيارة تذهب إلى الموقع، زيارة تذهب إلى، لكن الشيء هذا القبيل. فكيف أنا أحصل على 100%؟ فالطريقة الأولى هو أنه الموقع يعطيك ثلاث لوحات أو ثلاث صفحات، أنك لثلاث حالات أو ثلاث سيشنز إن صح التعبير لكي تجمع زيارات. أوكي، أنا شرحت مسبقا كيف تحصل على RDP شهرين مجان، فاستخدم الموقع أقوم بإنشاء ثلاث RDPs وأقوم بجمع النقاط. بمجرد ما يصير نص رصيدك هنا 3000 نقطة، يمكنك تحويل الرصيد إلى عملة الموقع وهي 3000 نقطة على أمازون، تعطيك دولار وعشرة سنت على ما أعتقد. وبمجرد ما تقوم بالترقية إلى عضوية البريميوم سيكون بمقدورك يعني إضافة سبع مواقع، يعني تكسب سبع، يعني عندك سبع مواقع، يعني سبع مواقع تجيب لها زيارات، وفي نفس الوقت سيكون لديك سبع سيشنز تجمع من خلال النقاط، يعني عندك 3 زائد 7 يعني 10. والأمر المميز هو أنه في عندك 100%، يعني جميع الزيارات التي تكسبها تجمعها سوف يعني تضاف إلى حسابك، ليس هناك 50% أو 70%. وفي عندك 3 أيام، أوكي، بعد اللي عندك 10 سيشنز تقوم بإنشاء 10 RDPs، وتقريبا أسبوع أسبوعين سوف تقوم بجمع النقاط، وسوف تقوم بتحويل هذه النقاط إلى شهر مثلا، شهرين، إلى ما غير ذلك. وكل هذه الأمور سوف تعطيك يعني امتيازات بريميوم، ومن خلالها سوف تضاعف جمع النقاط، وإن شاء الله هناك العديد من الأمور والعديد من المميزات سوف تنضاف إلى موقع يمكنكم استخدامها والاستفادة منها إن شاء الله في الأشهر المقبلة. إذا عندكم استفسار اكتبوا في التعليقات إن شاء الله، ونلتقي في حلقة مقبلة.